الأستاذة الجامعية الدكتورة إلهام عماري في مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق محاضرة قيمة حول موعظة يسوع على الجبل، ركزت فيها أمام رعية أخوية سيدة المعونة الدائمة على مدى استعداد القلب الصافي للمحبة والعطاء في تقديم الخدمة للآخرين والتعمق في الإيمان والحياة الروحية. كما قدمت الدكتورة عماري في محاضرتها شرحاً مفصلاً عن التطويبات الثمانية الواردة في الكتاب المقدس وسبل الوصول إلى الملكوت السماوي. هذه الموعظة هي الأشهر بالتاريخ، لأنه يسوع أعطانا فكرة لرعايا كيف يوصلوا للملكوت السماوي. حكالنا كيف الإنسان، لا إحنا أجسادنا هيكل للروح القدس، وبده أنه إحنا هيكل للروح القدس هذا يكون طاهر ونظيف حتى روح الرب، روح يسوع تسكن فينا. فهو أعطانا دستور العرش والطريقة، وهي معيار وسلم روحي بيرتقي عليه المؤمن ليوصل للملكوت. الملكوت مش بسهولة بيحصل واحد عليه، لازم إحنا نعيش مع يسوع ونعيش زي ما بده يكون يسوع بده إيانا نكون، نكون مساكين بالروح، نكون رحماء. كل التطويبات هي بركة، لأن يسوع بيبدأ بالبركات لأنه هو مصدر البركة والخير والنعمة والقداسة والبر. فيسوع بده نعيش بكل هاي التطويبات حتى نقدر نوصل للملكوت السماوي. احنا هون خيمتنا الأرضية، احنا مهما طال فينا الزمن احنا مش هون نهايتنا، نهايتنا الحياة الأبدية مع يسوع بالملكوت اللي هو عده للمؤمنين للي بيآمنوا فيه وللي حياتهم مع يسوع هو بيسكن فينا. واحنا بنشكر الرب على كل عطاياه، وبنشكر الرب على كلامه، بنشكر الرب على الوعود اللي أعطانا إياها بالكتاب المقدس وهي الموعظة. وإن شاء الله الناس تكون استفادت، احنا عندنا معلومات، هي غنية جدا بالمعلومات، لكن حبذا لو الناس تعيش زي ما بده يسوع ونسلك بالمحبة زي ما حكى لنا يسوع، لأنه هي المحبة هي الأصل، لأنه بيقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة لكن أعظمهم المحبة. فأنشودة المحبة هي اللي بتسير كل شيء. إنسان عنده محبة لأخيه الإنسان، لا أي حدا، ما يكون عندنا هاي الشقاقات وما يكونش عندنا نحطين نظارات ونصدر أحكام على الناس، نشوفها بعيون يسوع ونشوف الناس بقلب يسوع زي ما بده إيانا. شكرا لكم والرب يبارككم. وتأتي هذه المحاضرة ضمن اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الأخوية في المطرانية على مدار العام. كان نوع المحاضرة هي كتير رائعة، هي الاستعداد القلب الصافي للمحبة والعطاء والخدمة. التطويبات هي عددها 8، كانت كتير رائعة في شرحها لمواد المواد التطويبات وشو الهدف منها. هذا لقاء أسبوعي دائما بنعمله بالأخوية، كل مرة نستضيف شخصية معينة، وهي خدمة انبسطة اليوم انه كان في حضور للأخوية والرعية وحضور الآباء معنا، وشكرا للنورسات على تغذيتها الدائمة لنشاطاتنا.